انا بعد تغذينا. والله انا عندي قصيده طال عمرك عن الجار. يا سلام، جار لو جار، الجار لو جار. هذا جاري الشيخ عوض بن سهل الرقاص، قبل ثلاث سنوات واربع سنوات طبوا بيتي حراميه. الله اكبر. بيتك انت؟ الله الله. ايوه. ولا قصر الله لا يقصر عمره من يسمع. فزع وولده. كنت موجود يا ابو؟ لا والله انا كنت بالقصيم. مسافر للقصيم. والبيت ما فيه احد. والبيت ما فيه احد. وجاء ولده متاخر اللي هو بدر، ودي يسمع الطق الناس داخل البيت وهو عارف انه مسافرين. توايق عليهم الاولى ثلاثه حراميه يبي يكسرون الباب. علم ابوه طال عمرك وقاموا باللازم وحاصروهم ومسكوهم وسلموهم الجهات الرسميه. الله وجهه. لا هي غريبه عليه ابو خالد. لا والله ما هي غريبه عليه ولا يهم من يسمع. لا انت. وقول بيضه على الرقاص ذيب الغداري. استاهل. تضفي على راعي الوفا من وقاره. شرواه تشرى جير فيها مشاري اللي على الجيره تسوق غياره. الله يفك من صدوف الجواري يقل مثله في زمان الحضاره. امن ولا عنده من الشر طاري، وبغياب جاره صبحوا بيت جاره. والله فضحهم قدم خلقه عواري، من حسن تدبيره وحسن اختياره. صادف بدر توقيتهم بالمحاري، وعدى وشاف الكارثه بالعماره، وقال فزع وقفه تقول انتحاري. يوم ان ابو خالد اعطاها الاشاره، تقول حر الراذع في حباري، عسى يمينه ما تجيها الجباره. ما حط راسه واتصل بالطواري، طش العمامه ثم تعزوه بساره. للطيب به للطيب تطلع مواري، ما تختفي وتبين تاره وتاره. وسلامتكم.